سلمى بننتقل لأولى مساحاتنا لليوم وهي المساحة الطبية. فمع أيام شهر تشرين الأول تتكثف حملات ورسائل التوعية بضرورة الفحص المبكر عن سرطان الثدي، وخاصة أننا بشهر أكتوبر الوردي. فسرطانات الثدي ليست متماثلة كلها، بمجرد تشخيص الإصابة بالسرطان سيقوم الطبيب بمراجعة تقرير علم الأمراض الخاص بالمريض ونتائج أي اختبارات مرافقة. واليوم بحلقتنا رح نتناول سرطان نوع السرطان المعتمد على الهرمون، ولكن بداية خلونا نتابع التقرير ومنرجع لنستقبل ضيفتنا. بداية أيام شهر تشرين الأول وهو شهر التوعية بسرطان الثدي، انطلقت العديد من حملات التوعية للإضاءة على هذا المرض والأسباب، وبالواقع له أسباب كثيرة ومتنوعة، حيث كشفت دراسة حديثة عن وظيفة جديدة لبروتين فيبرونكتين وهي تسهم في زيادة نشاط الخلايا السرطانية، مشيرة إلى أن ذلك البروتين يؤدي دوراً في زيادة إفراز هرمون الإستروجين الأنثوي الذي يمكن أن يعزز من نمو خلايا سرطان الثدي. تقول الدراسة أنه عندما تبدأ الخلايا السرطانية في غزو أنسجة الثدي يفرز بروتين الفيبرونكتين نوعاً من الغراء في الغدد الثدية، ويعمل ذلك الغراء على تعزيز نشاط مستقبلات الإستروجين في خلايا سرطان الثدي، وهو الأمر الذي يساعد الخلايا السرطانية على النمو أكثر فأكثر. ويؤدي هرمون الإستروجين دوراً رئيسياً في تطور الخلايا السليمة، كما أن له دور نفسه في تعزيز أنشطة الخلايا السرطانية، إذ أن مستقبلات الهرمون داخل الخلية سواء السليمة أو العادية يمكن أن تجعل الخلايا تتكاثر بسرعة، مما يؤدي إلى زيادة نمو الورم والحجم وفق هذه الدراسة. للإضاءة على هذه النقاط بشكل مفصل خلونا نرجع لاستديو صباحنا غير مع الدكتورة تغريد حمود أخصائية بالغدد الصم. يعني مثل ما تابعنا بالتقرير نرمين، طبعا كل يوم في دراسات حول العالم عن مرض السرطان، والعلم ما بيتوقف دائما عن البحث عن الأجوبة وعن أيضا حلول دائما، وبنعرف قديش تقدم العلم بهذا المجال، وأنه هذا المرض ما عاد مميت مثل ما كانت الناس تتوقع سابقا، وخصوصا دائما بركز الكشف المبكر ممكن يكون أول خطوات العلاج للسيدة تشفى وتبدأ حياتها من جديد. الدراسة ركزت على خليني أقول نوعين من الأفكار. الفكرة الأولى عن بروتين الفرولكتين وهل بيأثر على خلايا السرطانية، وعن هرمون الأستروجين. طبعا كل هاي التفاصيل وغيرها وأنواع السرطان رح تخبرنا عنها أكثر ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة تغريد حمود، اختصاصية بالغدد الصم. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتورة. بداية خلينا نتعرف من حضرتك على أبرز أنواع سرطان الثدي. هلا نحن الحقيقة سرطان الثدي بينقسم لقسمين. هلا قسم بيعتمد على الطفرات الجينية، وهي الطفرات الجينية اللي هي شائعة، يعني مثل البريكا 1 والبريكا 2 اللي هي أكثر شيء بنحكى عنها، وهذا سرطان له علاقة بالوراثة، غالبا بيكون موجود بعائلات معينة وممكن نستقصي عنه بإجراء الاختبار الجيني ومعرفة إنه هالأنثى عندها الطفرة الجينية لتطور يلي هي بتساعد على تطور سرطان الثدي أو لا. طبعا برا بالغرب النساء يلي بتكون عندهم طفرة البريكا 1 أو البريكا 2 إيجابية ممكن يلجأوا لاستئصال الثدي مشان قبل تطور السرطان. طبعا بيستأصلوا الثديين، يعني مثل قصة أنجلينا جولي إذا سمعتوها أكيد. فأنه هي كان عندها الجين المؤهب لتطور السرطان إيجابي، فاضطرت أنه حتى تمنع تطوره فاستأصلت الثديين بشكل مبكر. هلأ هذا بنسميه المعتمد على الطفرة الجينية. هلأ النوع الثاني هو المعتمد على هرمون الأستروجين. طبعا هذا بنشوفه غالبا طبعا أغلب الأحيان بعد سن اليأس، يعني بعد سن انقطاع الدورة التنسية، أو بنشوفه حتى بعد عمر الأربعين. هلا غالبا هذا السرطان هو مرتبط مع عوامل بيئيه بتاهب لتطوره. طبعا الانثى هي الهرمون الاساسي عندها هو هرمون الاستروجين،
هلا الهرمون الاستروجين هرمون طبيعي بجسمه، يعني سبحان الله انه موجود بس دائما لازم يكون ضمن حدود طبيعيه. لما بيتجاوز هالهرمون الحد المستوى الطبيعي له، او اذا تعرضت لهالهرمون مثلا عن طريق اخذ المعيدات الهرمونيه بعد سن الياس او سن انقطاع الدوره الطمسيه، هذا بيعمل عامل مؤهب لتطور سرطان الثدي المعتمد على الهرمون واللي هو الاستروجين. مثل ما حكينا بالروبورتاج انه الحقيقه هون زياده هالهرمون بتسبب زياده في عامل مؤهب، سبب زياده لمستقبلاته ضمن غده الثدي. هزياده هالمستقبلات له طبعا سببت تطور السرطان عند الانثى. فهذا الشيء يعني هذا هو سرطان الثدي المعتمد على الهرمون، وهذا اللي اغلب النساء بينصابوا فيه، واللي اغلب الاحيان هو له علاقه مع عوامل بيئيه مؤهبه لتطوره او بتساعد على تطوره. يعني دكتوره كان بدي اسالك انه شو الفرق، وحضرتك جاوبتي، ولكن خليني اقول انه نسبه اشياء بتشوفيها وخصوصا بمنطقتنا اذا حكينا، هل نحن عندنا اللي طبعا السرطان اللي هو بخص الطفرات الجينيه، ولا السرطان المعتمد على الهرمون واللي بيتاهب بالعوامل البيئيه؟ هلا الحقيقه ما في دراسات، يعني عندنا ببلدنا انه نحن نعرف مين اكثر السرطانات انتشار، هي الطفرات الجينيه او اللي له علاقه مع المعتمد على الهرمون، الحقيقه ما بنعرف. بس انا بلاحظ يعني من الممارسه السريريه انه اغلب الحالات يلي عم نشوفها هي المعتمد على الهرمون، واللي هن بيستمروا يعني غالبا شفائه جيد، وطبعا خاصه اذا صار عندنا الكشف المبكر واذا تجنبنا العوامل المؤهبه لتطوره. طيب دكتوره خلينا نحكي عن العوامل المؤهبه لتطويره اكثر، نعرف المشاهدين فيه. هلا العوامل المؤهبه لتطور يعني خلينا نحكي بشكل عام كمان، يعني هلا اول شيء التقدم بالعمر، يعني الانثى كل ما كبرت بالعمر هي صار عندها خاصه بعد عمر الأربعين وما فوق وبعد العمر الخمسين هي صارت عندها هي عامل خطر لتطور سرطان الثدي. طبعا هلا بنحكي بعدين على الكشف المبكر انه شلون بدها تعمل أهميته. هلا العامل الثاني بتطور عامل الخطر لتطور سرطان الثدي هو زياده الوزن، لانه زياده الوزن كل ما كان عند الانثى خلايا شحميه اكثر، كل ما هالخلايا الشحميه ركبت هرمون استروجين، كل ما كان عامل مؤهب لتطور سرطان الثدي المعتمد على الهرمون. هلا طبعا عوامل ثانيه لسه نحن بنعتبرها الوراثه، طبعا اذا في قصه وراثيه فهذا عامل خطر، هي الانثى لازم تنتبه، لازم دائما تعمل فحص دوري، لازم تتبع الكشف المبكر، فحص دوري باجراء تصوير شعاعي الماموجرام. هلا عوامل بيئيه ثانيه بنقول نحن التدخين، الكحول، طبعا الهرمونات المعيده، يعني هلا في كثير نساء بعد ما بينقطع بعد ما بتخلص الدوره، يعني غالبا هلا خاصه في نساء اكثر شيء اللي بيتضايقوا من انقطاع الدوره اذا صار انقطاع دوره مبكر، يعني بعد بين عمر الأربعين والخمسين، فهدول اكثر احيان بيلجأوا للاطباء انه انا اعطيني هرمونات معيده اللي هي نفسها مانعات الحمل مشان تجي دوره طبيعيه عندي. هلا هي عامل خطر لتطور سرطان الثدي. نحن بنقول دائما بعد عمر الخمسين بشكل اساسي بعد ما بتنقطع الدوره، يعني انا من الناس اللي بيرفضوا تماما المعالجات الهرمونيه المعيده، يعني يعني في نساء كثير بيلجأوا لاخذ جرعات من الاستروجين طبعا مشان نخفف من اعراض اعراض انقطاع الدوره بشكل اساسي، الهبات الساخنه، الاحساس بالتعب، هشاشه العظام، فممكن يلجأوا لمعالجه بجرعات ضئيله من الاستروجين. الحقيقه انا ضدها تماما، وحتى اغلب الابحاث ضدها، لانه هي عامل مؤهب لتطور سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. هلا في عندنا اخر شيء العوامل المؤهبه، كمان من العوامل المؤهبه لتطور سرطان الثدي هي الفيروسات، وخاصة فيروس الورم الحليمي اللي هو نفسه بيكون مسؤول عن سرطان عنق الرحم، وهو نفسه المسؤول عن تطور سرطان الثدي. طبعا ببلدان الأوروبية صاروا بيعطوا اللقاح، فأوجدوا لقاح له بيعطوه بسن مبكرة للإناث بحيث أنه يمنع تطور هدول السرطانين. هاي بالنسبة للعوامل المؤهبة. طيب دكتورة بما أنه حضرتك حكيتي شوي عن هاي العوامل، ويمكن يعني خلال هاي الفترة نحن كثير عم نحكي عن التوعية وعن ضرورة الكشف المبكر، لأنه شو ما كان نوع السرطان الكشف المبكر بيحمي تماما. السيدة، ولكن كمان بدور أسئلة عند السيدات أنه أنا بخاف من الأجهزة اللي بدي أعمل من خلالها كشف مبكر. في كثير سيدات لهلا بيتخوفوا من المامو، نحن حكينا سابقا عن هذا الموضوع، خلينا نحكي عن وسائل الكشف المبكر وسلامتها. هلا وسائل الكشف المبكر هي بتنقسم لقسمين، اول شيء الكشف المبكر الذاتي، الذاتي يعني المنزلي، الفحص الذاتي للانثى لنفسها، هذا كثير كثير بيلعب دور مهم، لسه اهم من الاجراءات الشعاعيه اللي بتلعب دور بالكشف المبكر واللي هي الماموجرام. طبعا الماموجرام هو مو بس نحن دائما، خلينا نحكي اول شيء بالكشف الذاتي، الكشف المبكر الذاتي، طبعا هذا بيعتمد انه الانثى دائما بعد يعني بعد كل حمام لازم تعرف شكل الثدي تبعها، توقف قدام المرايه تشوف التناظر تبع الثدي، هذا الاشياء لازم تحفظها. شو هي العلامات اللي هي ممكن تكتشفها
بفحص الذاتي، واللي هي ممكن تدل انه في شيء لازم انت تلجئي للفحص الشعاعي او للايكو. فمثلا نحن بنقول انه احساس الانثى باي الم غير طبيعي استمر اكثر من شهر، عدم ارتياح مؤلم بالثدي، فهذا استمر اكثر من شهر هذا لازم يدفع للاجراء الشعاعي. الحاله الثانيه بنقول هلا في علامات بتظهر، ممكن تظهر علامه قشر البرتقال، يعني بمنطقة معينة من الثدي لاحظت انه مثل كأنه كيف في نقط على قشرة البرتقان، بتصير جلد الثدي بيشبه هاي الحالة. الشغلة الثالثة ممكن غؤور الحلمة او تغير اتجاه الحلمة، طبعا اغلب الاحيان الغؤور يعني دخلت الحلمة لجوا، هي في نساء بيجوا انه دكتورة انا مثلا في تغير بالحلمة، احيانا ممكن تشوف ممكن تحس الانثى بالكتلة بالجس، طبعا الكشف الذاتي بيعتمد كمان على الجس. كل انحاء يعني الانثى لازم تتعلم تفحص صدرها بايدها هي مستلقية بشكل أساسي، بحيث أنه دائما تقدر أنه تجس إذا صار في تطور أي كتلة عندها غير طبيعية أو ما كانت مشسوسة سابقا. طبعا أي ظهور أي تغير بالجلد، سماكة بالجلد، لون أحمر مثلا، الألم مثل ما قلنا، أي كتل مثلا ممكن يتظهر أحيانا على شكل اعتلال عقدي أو تورم عقدي بالعقد اللمفاوية تحت الأبط، فهذا لازم يدفع. طبعا نحن في شغلة نسيت اذكرها يعني وهي ما بتنذكر بالكتب بالعوامل المؤهبة، هي استخدام البارفانات. لاحظوا انه طبعا ما بيحكوا فيها لانه لها علاقه بالتجاره كتير. استخدام البارفانات، النساء كثير احيانا بيرشوا البارفان او بيحطوا مزيل الرائحه على الجلد مباشره، لاحظوا انه البارفانات هي بتحتوي بتنبه مستقبلات الاستروجين وممكن تكون هي عامل مؤهب لتطور سرطان الثدي. فما بينحكى عنها كثير، طبعا مقالات كثير نادره اللي بتقدر تفتح الموضوع لانه هذا شيء له علاقه بالتجاره لاسباب تجاريه. فاذا الكشف المبكر الذاتي. هلا المرحله الثانيه نحن بننصح كل النساء، هلا حسب كل البلدان والامكانيات الماديه طبعا بتلعب دور، مثلا ممكن بامريكا انه يقولوا لك انه بعد الأربعين لازم كل النساء تعمل الماموغرام. طبعا الماموغرام هو فحص شعاعي سهل جدا، بتتميز انه طريقه التصوير بتكون قادره على فعلا اظهار نسيج الثدي واظهار اذا في اي تغير فيه او اذا وجود اي تورم فيه او كتله. طبعا برأيي أنا أنه ما في داعي من بعد الأربعين، ممكن نلجأ للإجراء الشعاعي المبكر إذا كان في قصة وراثية لسرطان الثدي يعني بالعائلة. دكتور هذا اللي بسألك عنه هو العامل الوراثي. اليوم قديش إصابة الأم بمرض سرطان الثدي يعني بيساعد أنه أو بيزيد فرص إصابة البنات بهذا المرض، وأيضا إذا الخالات والعمات كمان عم نحكي هنا عن درجة القربة. هلأ طبعا القصة الوراثية تعتبر عامل خطر، يعني مو معناتها انه كل شخص انه معنى أن اذا انا في قصه سرطان ثدي بالعائله معنى كل النساء اللي الاجيال الجايه رح يصير معها سرطان ثدي، بس لا، هو عامل خطر مؤهب وهذا بيدفع مثل ما قلنا للاجراءات الشعاعيه لاكثر دقه، مو بس الفحص الكشف المبكر او الفحص الذاتي. فنحن بنقول انه لما بيكون في قصه سرطان ثدي بعائله، فمثلا الام ظهر عندها سرطان ثدي بعمر مثلا 40، فلازم الاناث بناتها يعني مثلا لازم قبل 5 سنين هن يبلشوا بالكشف المبكر يعني ب 35، ونحن بنقول انه غالبا من بعد الأربعين اذا في قصه وراثيه لازم تعتمد الاجراءات الشعاعيه الروتينيه للكشف المبكر يلي هي الماموغرام. اما اذا بدنا نجي ننصح بشكل عام يعني لمجموع السكان يلي مو ضروري يعني كشف مبكر لمجموع السكان، كل الاناث بعد عمر ال 50 سنه لازم هذا بشكل مؤكد لازم تلجا للفحص الشعاعي اللي هو الماموغرام. طبعا حسب بقى بتختلف، مثلا في نساء بتقول كل سنه انا لازم اعمل الماموغرام، انا برايي اذا طلع يعني سلبي الماموغرام بكفي كل سنتين انه نعيد الفحص. اذا في قصه وراثيه سابقه لازم يعني نكون نكثف اكثر المراقبات. طيب دكتورة تغريد، خلينا نحكي كمان اليوم عن العلاج. دائما أي حدا بينصاب بالسرطان بخاف، ببلش يتوجس أنه أنا بده يصير معي عوامل، وخصوصا السيدات بده يهر شعري، بدي يتغير شكلي، وسرطان الثدي هل يا ترى رح أفقد شيء من جسمي، وبيبلش بقى هاي الهواجس. خلينا نحكي عن مراحل العلاج وإمتى أساسا بنوصل لمرحلة الاستئصال. هلا في قاعدة أساسية أنه نحن كل ما اتبعنا كل ما قدرنا أنه نكتشفه لسرطان الثدي ببداياته الأولية أو منسميها بالمرحلة الأولى، كل ما كانت نسبة الشفاء هي أكبر بكتير. يعني بقدر نحن ما بنكتشفه بشكل مبكر بقدر نحن ما بنعطي فرصة للأنثى أنه تعيش حياة طبيعية. وهلأ أغلب الحالات بنشوفهم لجأوا طبعا نحن العلاج لما بنكتشفه هو غالبا استئصال الثديين.
هلا اذا كان بمراحل مبكره ممكن الاولى ممكن نلجا فقط لاستئصال الثدي الواحد، تمام. بس انا شفت يعني ماني طبيبه جراحه طبعا، يمكن بعدين رح تستضيفوا حدا تسالوا بالاجراءات العلاجيه. انا برايي يعني استئصال الثديين مع العقد الليمفاويه، يعني انه هذا طبعا هلا نحن عم نشوفهم انه هذا اسمه استئصال الثدي التام. بعده بتلجا الانثى للاجراءات الشعاعيه والاجراءات الكيميائيه. طبعا بالسرطان الثدي المعتمد على الهرمون بدها تستمر لفتره 5 إلى 10 سنوات بمعالجه دوائيه، يلي هي معالجه بتمنع زياده كمان افراز الاستروجينات، ممكن تستمر فيها من 5 إلى 10 سنوات. وغالبا باغلب يعني انا عم لاحظ هلا حاليا يعني من 10 سنين وجاي اغلب النساء اللي اتبعوا هي المعالجات وكانت ضمن سوريا يعني ما لجأوا لبرا كان في شفاء كامل، ولبعد 10 سنين هن هلا عايشين وما صار في عوده للورم نكوس او نكس للورم. دكتوره هي النقطه المركز عليها دائما بالكشف المبكر، نسبه الشفاء اليوم خلينا نحكي عن نسبه الشفاء قديش ممكن تزيد بحالات الكشف المبكر، وخلينا نحكي اذا فينا ارقام من سوريا اليوم. نحن كل سنة تقريبا عندنا بنفس هذا الشهر حملات توعية، عدد الأشخاص اللي عم يعني اللي عم يكتشف عندهم المرض أو حتى نسب الشفاء أو حتى عم يخضعوا لفحص مبكر. هلا الحقيقة أنا يعني هلا يعني أنا برأيي ما عندي معلومات إنه في قديش نسبة الشفاء في دراسات، ما بعرف أو إذا في دراسات هلا عم، بس فعلا نحن محتاجين كل هاي المعلومات لنعرفها، ونحن محتاجين إنه يكون في عنا مركز يعني ويكون في كتير يعني هو تصير تتجمع المعلومات فيه. وهالمركز يكون فيه باحثين وعندهم القدرة على جمع هالمعلومات ونشرها. بس نحن اللي عم نشوفه يعني نحن كأطباء موجودين ضمن المجتمع الحالات السرطان يعني شفنا زملاء لقلنا من عمرنا أصدقاء أو أقارب أو من المرضى اللي عم يجوا، أنا عم شوف فعلا في نسبة شفاء كتير كبيرة من الناس اللي تعالجت يعني بتتجاوز 99% من الناس اللي يعني لجأوا للحل الجراحي. نعم. كمان دكتورة خلينا نحكي اليوم يعني بظل خليني أقول هدول العامين اللي هي فيهم جائحة كورونا، أيضا ظهرت كتير أسئلة عند السيدات اللي هن ممكن عم يعملوا مثل ما قلتي حضرتك العلاج عن طريق الأشعة أو عن طريق الكيماوي، وأيضا ظهرت أسئلة أخرى حاليا هلأ مع اللقاحات كتير استفسارات، وحتى السيدات الكبار السن ممكن اللي عندهم أمراض أخرى تشكل أو تصنف عالميا بأنه هي عوامل خطورة مثل الضغط مثل السكري مثل مرضى القلب. هاي العوامل قديش بتأثر بالعلاج وخصوصا عند اللي عندهم أمراض مزمنة. أنا يعني أنا برأيي أنه لا، سرطان الثدي ما له علاقة بالأمراض الأدوية اللي بتتاخذ، هل في تأثير تداخلات؟ ما بظن له علاقة. له علاقة مثل ما قلنا إذا بدنا ناخذ عوامل بيئية، له علاقة يعني يلي فعلا بالدراسات اللي أثبتت علاقته مع الإنتانات الفيروسية هو فيروس الورم الحليمي. يعني هذا فعلا مثبتة علاقته فيه. هلا هي طبعا أي إصابة فيروسية نحن الفيروسات هي بتجي تتركب على الدي إن آي يعني تستعبدها للنواة فبتخلي بتجبرها تعبر عن بروتينات لها، فنحن ما بنعرف اذا فعلا اي اصابه فيروسيه ممكن هي تكون سبب للتطور. هلا طبعا في نظريه بتقول التشابه الجزيئي بين بروتينات الجسم وبين اي فيروس عم يدخل ممكن يكون عامل مؤهب لتطور سرطان اي نوع من السرطانات، وممكن يكون عامل مؤهب لتطور امراض مناعه ذاتيه. يعني الفيروسات لها دور كبير، ما فيها الدراسات الكافيه، يعني هي كلها عباره عن نظريات وابحاث اللي بتربط يعني عامل مسبب يعني عامل مسبب للمرض فقط يعني، بس اكيد في دور للفيروسات لانه الفيروسات هي بتفوت لداخل الخلايا وهي بتفوت لداخل الدي ان اي وبتعمل تغير جيني وبتعمل تغير بالبروتينات. دكتورة قبل ما نختم مع حضرتك، أي نصيحة اليوم بتحبي توجهيها، أي رسالة بتحبي توجهيها لكل المشاهدين للوقاية؟ أنا الحقيقة يلي أكثر شيء بركز عليه أول شيء إنه نحن نعيش حياة صحية، نمط غذائي صحي، نتبع الأكل المغذي خاصة نحن بنسميها حمية البحر الأبيض المتوسط يلي بتعتمد على البقوليات على الحمص على الفول، فهي جدا جيدة. الشغلة الثانية إنه نحن نقوم بممارسة نشاط رياضي بشكل منتظم، نبتعد عن التدخين، نبتعد عن الكحول، ننام ساعات كافية، إنه الأنثى لازم تكون في نظام نمط حياة جيد لإلها. وبرأيي إنه الشيء الثاني هو الكشف الذاتي المبكر، لازم كل أنثى تجيده ولازم يكون في برامج بالتلفزيون تعلم الأنثى إني أنا كيف بعمل الكشف الذاتي المبكر، كيف أنا بفحص حالي.
يعني معلومات كثير مفيده. بشكركم المواضيع كانت كثير متسلسله وهيك فيها تسلسل. نحن اللي بنشكرك دكتوره على وجودك وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها مثل العاده. ومثل ما حكينا رح يكون في عنا كثير محطات خلال هذا الشهر بكل شيء ممكن نقدم فيه نصائح طبعا للسيدات وتوعيه حول سرطان الثدي. شكرا لك دكتوره تغريد. يعطيكم الف عافيه. شكرا لك كثير دكتوره ولكل المعلومات والنصائح القيمه اللي قدمتيها.